تبدي قصة الفيلم بسيدة اسمها هيلين، واللي تروح رحلة تخييم إلى الغابات ويا أبوها وبنتها، بعد ما قرروا إنهم يخيمون بوسط الغابة. وبنتها إيميلي ما كانت ترغب إنه تروح وياهم للتخييم، وبقت تضايقهم طوال الطريق كله. وبعدين نشوفهم وصلوا للغابة وبدوا يجهزون الخيمة حتى يخيمون بالغابة، فبدوا يطلعون أغراض التخييم من السيارة، وبعدين راحوا كلهم الى بحيرة حتى يصيدون الاسماك. وبعدين نشوف هيلين بدت تحكي ويا ابوها عن مشاكلها المادية، وطلبت منه انه يداينها فلوس، فجاوبها ابوها انه عليها انه تستمتع هسه بهذه الرحلة. وبعدين يحكون بهذا الموضوع بوقت ثاني، ومن رجع ابوها للسيارة اتفاجأ بوجود شخص غريب اسمه هاورد، واللي كان يحمل سلاح وياه، وطلب منهم انهم يغادرون من هذا المكان لأنه هذا المكان هو ملكية خاصة لهم. فبعدين اضطروا أنه يرجعون أغراضهم مرة ثانية للسيارة حتى يتحركون من هذا المكان، وحتى يبحثون عن مكان ثاني يخيمون به. لكن بعدين يشوف أنه السيارة عطلت وعلقت إحدى الإطارات مالت السيارة. وبعدين هيلين طلب والدها منها أنه تجمع بعض الحطب حتى يتمكنون من تحريك السيارة مرة ثانية، وراح صعدت للسيارة حتى تشغلها وتطلعها من المكان اللي عالقة بيه. وبصورة مفاجئة نشوف والدها أصيب بذراعه بسبب قطعة حديدية كانت موجودة يم إطار السيارة. وبعدين خافوا هواية وحاولت هيلين إنه تساعد أبوها بأي طريقة، وقالت إلها إيميلي ابنتها إنه هي راح تروح حتى تبحث عن ذاك الرجال اللي إجا قبل شوية حتى يساعدهم ويساعد جدها إنه يعالجه مرة ثانية. لكن هيلين رفضت هذا الشيء لأنه هي كانت تخاف هواية على بنتها، واخذت الموبايل حتى تبحث عن الشبكة وصعدت المكان عالي وهم ما قدرت تلتقط الشبكة. وباليوم الثاني صار صحة أبوها أنقص، وبعدين نشوف انطته بعض من الأدوية المسكنة. وبعدين قررت هيلين أنه هي تروح وتبحث عن هاور لأنه ماكو أي أحد ثاني غيره بهذا المكان اللي علقوا به. ونشوف هيلين راحت بوسط الغابة، وبعدين نشوف هي شافت بيت معزول، فراحت بسرعة على البيت، بدت تدق الباب لكن ما رد عليها أي أحد. لكن بعدين شافت أنه الباب مفتوح، بعدين يشوف دخلت داخل البيت، وبعدين دورت بالمنزل أنه إذا أكو أحد يقدر يساعدها. وبعدين رادت تستعمل الهاتف لكن كان الهاتف عاطل. وبعدين سمعت صوت بالأعلى، ومن صعدت اكتشفت وجود باب مسدود، وفجأة ظهر إلها ولد صغير وطلب منها المساعدة. وبعدين بدأ يصرخ، وبعدين سألها عن مكان تواجد أخته. بعدين يشوف هيلين خافت هواية ونزلت بسرعة لجوه، لكن بعدين عرفت أنه هاورد رجع للبيت مالته. بعدين اختبأت بسرعة، وبعدين يشوف هاورد راح للولد وفتح غرفته وانطى الطعام للولد اللي كان اسمه أندرو، وقال أندرو لهاورد أنه شاف امرأة داخل المنزل. بعدين انطاه الدواء مالته، بعدين طلع من الغرفة وقام بإغلاقها مرة ثانية. وبعدين بدأ يبحث ويدور بكل مكان بالبيت حتى يشوف المرأة اللي قال عليها أندرو اللي هي موجودة بالبيت حسب قول أندرو، لكن ما شاف أي أحد. وبعدين طلع من البيت، وبعدين من طلع هاورد راحت هيلين لغرفة أندرو مرة ثانية، وطلب منها أندرو إنه تساعده وتساعد أخته اللي كان اسمها ناتالي واللي هي متواجدة بالقبو سرداب البيت. وبعدين رجعت هيلين إلى مكان التخييم اللي كان متواجد به أبوها وبنتها إيميلي، ونشوف هاورد وصل قبلها وبدأ يصيح على إيميلي وسألها على أمها لأن عرف إنه أمها هي اللي اقتحمت المنزل مالته. بعدين يشوف هيلين ظهرت وراه وضربتها من وراه وسقط على الأرض. ارتعبت وخافت إيميلي وسألتها ليش سويتي هذا الشيء، فجاوبتها أمها هيلين إنه اختطف شخص ولد صغير وحبسه بالبيت مالته، وبعدين ربطته بالحبل
وانطت السلاح لإيميلي ووصتها انه ما تسمح إلا بالهرب مهما كان ولازم تبقى فوقه على مود ما يتحرك من مكانه. وبعد شوية نشوف هاورد قام من جديد وسأل إيميلي انه اذا كانت امها رجعت لو لا، لو بعدها باقية ببيت. وقال الإيميلي اذا راحت للبيت مرة ثانية فهي بخطر، لكن إيميلي ما فهمت كلام وطلبت منه انه ما يتحرك من مكانه. بعدين قدرت هيلين انه تفتح الغرفة وشافت أندرو بحالة سيئة كلش، وطلبت منه انه ينتظر حتى ترجع وتساعده. ثم نزلت للقبو السرداب وقامت تبحث عن اختها ناتالي، لكن هي ما شافت اي احد بالقبو. بعدين رجعت مرة ثانية على الولد أندرو وفتحت الربط مالته، وبعدين من قلت له انه القبو فارغ وما شافت اختها ناتالي تعصب هواية ودفع وتهجم عليها. وبنفس الدقيقة اجوا ابوه وامه بنفس اللحظة وحاولوا انهم يلزموه، لكنه هرب من المنزل وراح وسط الغابة. تعصبت هواية والدة أندرو وبدت تصيح هواية طريقة كلش جنونية، وقالت الهيلين انه ابنها راح بسببها. وبعدين يشوف ام أندرو ربطت هيلين وقيدتها على السرير، ومن قامت هيلين قالت لها انه هي كانت ترغب انه تساعد ابنها وبس، وانه هذا الشيء كان سوء فهم، وطلبت منها انه تطلق سراحها على مود تساعد عائلتها اللي عالقة بوسط الغابة واللي كان والدها مصاب وينزل. لكن ام أندرو رفضت هذا الشيء رفضا قاطع، وقالت لها انه اني خسرت ابني أندرو بسببي، وقالت لها الحقيقة اللي هي انه ابنها أندرو مريض وهو عباله انه اخته ناتالي هي بعدها عايشة. ومن راحت إيميلي حتى تشرب المي وتطمئن على جدها اتفاجأت بشخص يسحب هاورد من مكانه. خافت هواية بهاي اللحظة لكن هي ما قدرت تسوي اي شيء. بعدين شافت الولد أندرو وهو يقتل هاورد اللي كان احد اقاربه واللي خنقه بالمي. وبعدين رجعت بسرعة للسيارة وقفلت الباب. وبعدين نشوف أندرو رجع مرة ثانية بالليل على السيارة اللي كانت بيها إيميلي وجدها المريض، وطلب منها انه تفتح الباب، لكن إيميلي ما قبلت لانه كانت تخاف هواية منه. وبعد لحظات هي عبالها انه هو راح، لكن بصورة مفاجئة أندرو كسر الجام مع السيارة وقدر يدخل للسيارة. بوقتها إيميلي دخلت بسرعة للحمام وقفلت الباب وراه. وبعدين نشوف ام أندرو طلبت من زوجها انه يروح الموقع التخييم اللي ربما يكون أندرو متواجد هناك. ومن وصل ابوه المكان بدأ ينادي على ابن أندرو، ثم دخل للسيارة، لكن بنفس الوقت هجم عليه أندرو وضربه عدة مرات على راسه باستخدام الصخرة الى ان فارق الحياة. وباليوم التالي حست ام أندرو انه شيء ما صار لزوجها لأنه تأخر هواية بالرجوع للبيت، فقررت تروح هي إلى مكان التخييم. وبعدين نشوف أندرو يقول لإيميلي إنه جدها بعد مدى يتنفس وربما يكون فارق الحياة. فإيميلي بعدين خرجت وطلعت من الحمام وهي خايفة هواية، وطلبت من أندرو إنه يحافظ على المسافة اللي بينهم، وبدت تطمئن على جدها واللي كان بعد عايش. وبعدين قررت تروح ويا أندرو حتى تدور على أمها هيلين. وبعدين نشوف هيلين قدرت تفك الربط مالتها. وبعدين نشوف أم أندرو وصلت المكان التخييم وشافت زوجها ميت فتعصبت هواية فدخلت للسيارة. وبعدين نشوفها أنه قتلت والد هيلين اللي كان بعد عايش حتى تنتقم منها. رجعت هيلين للسيارة اكتشفت انه والدها مات، فانقهرت هواية وقامت تبكي. واثناء ما هي تريد تدور على بنتها إيميلي التقت بام أندرو اللي كانت تراقب السيارة واللي بقت تلاحقها حتى تموتها، لكن هيلين بصعوبة قدرت تهرب منها. وصلت إيميلي للبيت وعرفت انه امها هربت من المكان. بعدين رافقت أندرو الى القبو تيدورون على اختها ناتالي،
وقبل ما تنزل إيميلي إجت أم أندرو ودفعتها وسدت الباب، وقعت من الدرج. ومن استعادت وعيها مرة ثانية شافت بنية مخيفة كلش، وقال لها أندرو لا تقلقين لأن هذه الفتاة هي أختي ناتالي. وبعدين يشوف هيلين إجتي على المكان وقدرت تطلعها من البيت، لكن قبل أن يهربون من المكان ظهرت أم أندرو مرة ثانية وبدت تتهجم على هيلين. وأثناء ذلك تذكرت هيلين كلام أبوها اللي قال لو أحد رادي موتك الظاهري أنه أنت متي، وسوت هذا الشيء وظهرت أنه هي ماتت لكن هي ما كانت ميتة، وقدرت تتخلص من أم أندرو. لكن جتي هيلين من وراها وضربتها، بعدين صعدت للسيارة بسرعة وبعدين دعمتها بالسيارة إلى أن ماتت. وإلى هذه اللحظة تنتهي أحداث هذا الفيلم، واللي ما عرفنا مصير أندرو وأخته ناتالي، واللي أعتقد راح يكون هنالك جزء ثاني منه المستقبل القريب. أتمنى يكون عجبكم هذا الفيلم، لا تنسون زر اللايك وان تشتركون بالقناة، فعلون زر التنبيهات جرس الكل حتى يوصلكم كل ما هو جديد وممتع أول بأول. إلى اللقاء يا أبطال الرعب الأعزاء في الفيديو القادم إن شاء الله.